جميل هذا الاختراع المدهش. أشكر إدارة المهرجان وأشكر سيادة الوزيرة السابقة، الحمد لله أنها سابقة يعني، على الكلمة الجميلة اللي قالتها في عادل إمام. وأشكركم كتير جدا وبحبكم كتير جدا. شكرا. شكرا الفنان عادل إمام. والآن سنتقدم إلى وسط الخشبة. I tell you too that I love you and I love my job as an actor. I also thank the ex-minister of culture and I tell her thank you for all the lovely words that you said about me. Thank you all, I love you very much. لا تترددوا في الذهاب إلى القاعات وساحة جمع الفنان لمشاهدة الأفلام المبرمجة في إطار تكريم الفنان عادل إمام الذي سيكون حاضرا بالساحة من أجل تقديم فيلمه الزهايمر لعمر عرفة. Madame la Présidente, si vous voulez bien rejoindre Adil Imam pour la photo officielle, merci beaucoup. J'en prie, et tous les membres du jury. مشاهدين إلى حين اللقاء بكم يوم 13 من ديسمبر لتقديم طبعا حفل توزيع جوائز الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. أدعوكم لمتابعتنا يوميا على قناة المهرجان والتي تقدم 8 ساعات من البث كل يوم. سهرة ممتعة ومهرجانا سعيدا نتمناه للجميع. Bon festival à vous. Merci beaucoup.